نفت وزارة الدفاع الأمريكية أن تكون أي من طائراتها قد أغارت على منطقة بني وليد قرب السرت في ليبيا يأتي ذلك بعدما قال مصدر عسكري ليبي أن طائرة مجهولة الهوية استهدفت موكبا يعتقد أنه تابع لتنظيم داعش قرب مدينة سرت شمالي البلاد وأوضح عقيد في سلاح الجو التابع لحكومة طرابلس بعدم وجود أي معلومات عن الهدف الذي تم قصفه مضيفا ان هذا القصف تم بدون تنسيق مع الحكومه. وبعد تحقيق العديد من المكاسب على ارض المعركه في بنغازي واجدابيا اصدر القائد العام للجيش الليبي الفريق الاول ركن خليفه حفتر قرارا بتشكيل لجنه للسيطره على مداخل ومخارج بنغازي تمهيدا لتطهيرها من الارهابيين وتعهد بهزيمتهم. وبحلول الاثنين المقبل قالت مصادر مقربه من القائد العام للجيش الليبي ان العملية العسكرية ستنتهي وسيليها مباشرة تأمين المناطق من المتفجرات والالغام. تمكنت الاجهزة الامنية الليبية من اعتقال مسلحين فروا من مدينة بنغازي فيما يواصل الجيش تقدمه باتجاه اخر معاقل الجماعات المتشددة. والمصادر العسكرية تؤكد تقدم القوات الليبية في محور منطقة النواقية جنوب غرب المدينة بعد تحرير منطقة الليث وأحياء سكنية أخرى من المسلحين، بالإضافة إلى سيطرتها على منطقة المنازل الستة القريبة من النواقية. وعمليات دم الشهيد التي أطلقها الجيش نجحت في إلحاق خسائر كبيرة بالجماعات الإرهابية خاصة داعش بعد تحصنه في مناطق عدة من بنغازي وضمن العملية واصل الجيش تقدمه في محور الصابير وسوق الحوت في بنغازي شرقا أما بالنسبة لصبرات فإن عمليات التمشيط مستمرة بحثا عن المسلحين المتطرفين الذين سيطروا على بعض المواقع الاستراتيجيه قبل انسحابهم من المدينه. التنظيم الارهابي لم يكتفي بذلك، فقبل انسحابه قام بتفخيخ العديد من المنازل، لكن الفرق الهندسيه تواصل عمليات فك هذه القنابل بتعاون من اهالي وثوار صبراته. وانتقالا الى منطقه الدبابشيه، فان الجيش يشن عمليات واسعه لتطهيرها من المتطرفين. المؤشرات تؤكد قرب حسم المعركه كما ذكر العسكريون انها لن تستمر اكثر من اسبوع خاصه بعد تقدمهم في العديد من المناطق في المدينتين اللتين كانتا حصنا للارهابيين معنا من القاهرة حول هذا الموضوع الكاتب والبحث السياسي الليبي محمد العمامي أستاذ محمد أهلا بك معنا في الأولى من سكاي نيوز عربية إذا في تصريحه الأخير خليفة حفتر يتعهد هذه المرة بالنصر النهائي كما قال على الجماعات المتشددة سيد محمد ما الذي يجعل خليفة حفتر واثقا كل الثقة بإمكانية الجيش بالتصدي لكل هذه الجماعات الإرهابية؟ مساء الخير مساء اختي العزيزه آآ آآ الواقع ان السيد حفتر كان يعد هذا الجيش منذ مده وكانت هناك تدريبات واسعه في عدد من بلدان القريبه من 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 بنغازي التي كانت محاصره بالفعل من مختلف الجهات من هذه العناصر الارهابيه وقام بالهجوم وفق خطه واضحه المعالم ساعده بالتاكيد شباب المناطق وانطلقت هذه العمليه بتنسيق وتنظيم ودرايه بالشؤون العسكريه ولم تعد حرب ما بين حرب شوارع وحرب طائرات من فوق ودبابات وانما صارت حرب شوارع ما بين اثنان على 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 الارض وهذا ما سهل الامر وهذا ما جعله يا يقضي عليهم في عدد من المناطق ويخرجهم منها ويمتد نحو معاقلهم في كل مكان هناك فقط مشاكل بسيطة هذه المشاكل تتمثل في في منطقة كانت محاصرة وكانت ممتلئة بالجثث النافق من الحيوانات وصارت منطقة موبوءة وهي التي نتمنى أن تهتم بها الصحة العالمية وتحاصرها سريعا أعتقد أنه فيما يتعلق بنغازي. لو تم القضاء بالكامل على الإرهاب في بنغازي لا أحد يخاف على ليبيا مستقبلا هذا ما أريد أن أن أوضحه وأن أقوله وبالتالي على المجتمع الدولي أن ينتبه الى تجفيف منابع تزويد الارهاب عبر البحر او عبر المناطق البعيده عن العمران لفتني في حديثك السيد محمد لفتني في حديثك ما قلته ان هناك من يقف اليوم الى جانب الجيش الليبي والى جانب حفتر تحديدا كنت قرات ايضا في الايام الاخيره ان الجيش حفتر استعان ايضا بقبائل وجماعات اخرى ليبيه، هل وضحت لنا سيد محمد من القبائل والجماعات التي تقف اليوم الى جانب الجيش الليبي في معركته الجديده؟ وهل من استعدادات للتقدم الى مناطق اخرى؟ آه الامر لا يحتاج الى كثير من التفسير والتوضيح، لان اول انتخابات قامت في بنغازي تحديدا، كان النصر الاكيد للجناح المدني، لم يكن هناك من يدعم الاسلام المؤدلج السياسي الذي منه ظهرت داعش وأخواتها وهم الذين أطبقوا الحصار وبالتالي الناس جميعا في بني غازي وأنا أتكلم على الغالبية العظمى التي أفرزتها صناديق الاقتراع والتي أثبتت قدرتها وتكتلها ضد أي 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 أي, أي, أي إسلام مؤدلج نعم. يتخذ من الإرهاب وسيلة للوصول إلى الحكم، وبالتالي الناس هم الذين وقفوا، وعندما اقول الناس بنغازي هي نسيج لكل آآ آآ لكل آآ ليبيا، ليس هناك قريه في ليبيا ليس من بين سكان بنغازي نعم. افراد منها، وبالتالي كل هذه المنطقه التي حوصرت طوال العام العام ونصف الماضيين كانت تعمل وتساند الجيش ووقفت معي بل وكثيرا من من البؤر هي التي نظفتها. طيب. ليس هناك آه تأييد أو 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 أو, أو تأكيد أو انضمام للإرهاب <applause> الذي غريب على مجتمعنا بالكامل. سيد محمد بعد آه. بنغازي وأجدابيا والليثي والأحياء السكنية التي تم تحريرها مؤخرا من قبل الجيش الليبي إلى أين تتجه قوات حفتر؟ وهل الهدف سيبقى داعش أم مجموعات أخرى؟ هذا الأمر في تقديري أنه سيترك لحكومة التوافق إنما تقرر مجلس النواب الموافقة عليها أنا أعتقد أن حفتر سوف يحرر الإقليم الذي يتبعه والذي تحت سيطرته بالكامل المناطق الأخرى في كل منطقة هناك مليش وهناك من يدعي أنه له القوة لتحرير منطقته كل ذلك لا يتاتى الا بتاسيس جيش ليبي واحد هذا الجيش الليبي هو الذي بدا نواته السيد الفريق حفتر وهو الذي يتعين ان 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 ينسق مع بقيه الجهات وان تكون جزءا منه وبالتالي تاسيس جيش قادر يتحرك باتساع ليبيا انما في الوقت الحالي اعتقد ان نقطه تركيزه ستكون في المنطقه الشرقيه تحديدا <متصفح> الى ان الى ان نتخلص من هذا الارهاب وبعد ذلك بمقدوره ان يمد العون الى اي منطقه او ان 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 تتفق هذه المناطق وتقبل الجيش الليبي ونواته التي بالفعل تعمل تحت الامره الشرعيه المتفق عليها وهي مجلس النواب دعينا فقط نتأمل أن نعم. يتم التوافق على حكومة وبعد ذلك لكل حدث حدث لكن سيد محمد يشعر البعض وكأن هذه الخطة التي تحدثت عنها في بداية حديثك والتي تم التنسيق حولها مع خليفه حفتر تجري وكانها بعيدا عن ولاده الحكومه، ما رايك؟ هل تم الاتفاق على هذه الخطه العسكريه حتى لو لم تتم ولاده الحكومه قريبا؟ الحقيقه ان ان الفريق حفتر اعلن حركه الكرامه لمحاربه الارهاب ثم ألحقها بتأكيده أن ما يحدث الآن من استقطاب وتجميع بقايا الجيش الليبي هو تأسيس لجيش ليبي حقيقي يعمل وفق النظم ووفق البرامج العسكرية المتعارف عليها وبالتالي كان في موقف دفاعي لحد ما وفي الوقت نفسه كانت هناك الخطط الكثيرة منها ألاف الشباب الذين تدربوا على السلاح كجيش نظامي وليس كمليشيات تتبع أفرادا أو تتبع قدرتي على التحرك والمناورة إنما كجيش له ضبط وربط وانضباط وبالتالي هذا ما كنا نفتقره وهذا ما تحتاجه ليبيا الآن ليس لأنه ليس هناك دولة من دون جيش ومن دون أمن وهذا ما أصبح الآن نعم. معروف واتضح للناس في المنطقة الشرقية تحديدا. وبنغازي خلال الأيام الماضية. هناك نقاط مراقبة. نعم. وهناك أمن داخلي. وهناك مراكز شرطة. وهناك جيش. وهذا ما كنا بالفعل نحتاجه. شكرا جزيلا للكاتب والبحث السياسي الليبي محمد العمامي على هذه المداخلة من القاهرة.